بربي أحب الرد على صديقاتي وزميلتي زميلتي سلمى بكار اللي نحترمها برشا، وسوسن معالج اللي هي صديقتي نعرفها من صغيرة ونعرفوا بعضنا بالكده. سلمى بكار دونت وحقها، قالت هذا ابتذال والفن ما كانش هكا، وطاح الفن والفن مش هذا، وعيب على لطفي يعمل في مسرحيته هكايا وانا مش موافقة، وهذايا اساءة كبيرة برشا للمرأة، والفن هذايا مبتذل وسقط المتاع وكل جو ذاك الكل. وحقك يا سلمى بكار، انت كمرأة ولا كمثقفة ولا كسياسية ولا كمخرجة بلوزيغ كاسكيت تعطي رأيك وما تحبش بيان سور، لكن نفس المسرحية ونفس الشخص يا سلمى بكار وقت انت مديرة مهرجان حمام الملف تلحلح باش نلعبوا في المهرجان، ولعبنا في المهرجان وعملنا كومبلي وعبيت قاتل برا، وتلحلح بالبروديكتور متاعي باش نعاودوا لك نفس المسرحية متاع الزوفري هذايا الهام اللي ما يصلحش لطفي العبد، اللي خاطر الشيكاتك تبقبقوا وعندكم شيكات في المهرجان وكنا بالأدلة، وعاودت لعبت المسرحية وعاود جا الجمهور وقتها محلاني ان غون غارسون مانيفيك بو، واحد زيت شايف وقتها على النهضة ونحكي على كلسون الغنوشي، وقتها أمورنا باهية. دونك يا سلمى جوست للتذكير، وقتها أنا باهية، أما توا أنا خامش مش مشكل. ثانيا سوسن معالج، سوسن معالج زادة كمرأة حرة وكفتاة وكفنانة وكمفكرة غزرت، قالت لطفي العبدلي عيب اللي يقول فيه اي لا فاسيليتي نو في بالاغ، وفسختها وبارتاجيت ما قالته سلمى بكار معناها، وضد ضد كلمة كلسون ما تراش ما يتقالش، ترا في انه في المسرح ما نقولوش كلسون امراه وما نقولوش معناها مش فن راقي باش نقول انا كلسون. حقك زاد سوسن معالج، واحترم انوثتك واحترم يعني هكا تربيتك واخلاقك، معناها حقك هذا باش انك تقول انا ما نحبش لطفي العبدلي وقل التربيه يقول كلسون. لكن للتذكير فقط يا سوسن معالج، وهوك الفيديو نتاعك قاعده تدور وموجوده على اليوتيوب، انت تتعدى في بلاتو نسمه اون ديريكت وتعمل شعر في سكتش يدوم 5 مينوت وتحكي فيه على كلسون فواز، ومنهم جمله هكا وتقول في كلسون صغير وكلسون كبير وكان ذامره ضحكنا لها نحن، وتقول له يا فواز ربي ربي سونا عنده مترو في كلسونة، مترو شنو في كلسونه تا نزيد نثبته معاك انت اعلم، فهمتني؟ وخافت عليك الدنيا وهبطت عليك العبادة تسب نفس العبادة ذوما، وما يجيش وقل التربية ومرأة ما تعملش كي وما تحكيش مع راجل كي ودر شنو ودر شنو، وتعديت في البلاتوات تطلب في السماح وتلكي، ومن الناس اللي وقفنا معاك وتعرف انت انا شو عملت معاك وجماعتي والناس كل وقفنا معاك لانك فنانة من حقك تقول لك هيك، واللي ما يعجبوش ما يعجبوش بالرغم اللي في التلفزة دخلت للعب يدرك. دونك جوست للتفكير يا سوسن ويا مدام سلمى بكار التي احترمها جدا وخدمت معاها. دونك فوالا، دونك اللي نحب نقوله الميساج للفنانين اللي يسبوا فيا وضدي ولا مش موافقين حقكم، لكن رانا نعرفوا كلاسين بعضنا وكل واحد يتلهب كلسون وخير، لان كما نقولوا نعرفوا كلاسن بعضنا. ميرسي.